السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أختي متفرج على قناة بيم أريبيا، وبنتكلم النهاردة على برنامج اسمه أوتو ديسك مش ميكسر. البرنامج ده مهم جدا في إن أنت بتعمل أشكال ثلاثية الأبعاد اللي تقدر تطبعها على طبعة ثلاثية الأبعاد. تقدر تدخل شكل جاهز أون بورد وتبدأ تدخل أو تعمل ريبليس للشكل. لاحظ إن هو بيعمل الامتداد زي الأوبجكت زي البي ال واي زي ال اس تي ال، وكل دي بتخرج من برامج البيم وغير البيم، بتخرج من حاجات الكاد وحاجات الكام. طيب ممكن نقول له مثلا عايزين نعدل في الشكل دوت، بتعمل عليه سيلكت وتقول له ايديت، هتلاقي عندك امر مثلا زي امر دوبليكيت. طيب انت كده عندك نسختين. طيب انت عملت الدوبليكيت، محتاج ان انت مثلا تعمل له موف، فتقول له ترانسفورم، وتبدأ بقى من الأشكال ديت أو تسحب نسخة تانية. هي تقدر تجيبها كده. خلي بالك احنا عندنا هنا دي الروتيشن اللي هي واخدة شكل الزاوية، ده الموف دوت، تقدر تغير في السكيل بتاعه بالشكل دوت. تقدر تنقل وهكذا، ولما تخلص بقى تقول له برنت وتبدأ تطبع على الطبعة بتاعتك.